سيد وسيد ما شط شط اليوم محتاج 400,000. شنو؟ محتاج 400,000. هذا من دبرك حيدر ربي؟ عمودي يعني قلت لك تحت بمشكلة يعني محتاج 400,000. وانت اخوي ما تقصير. لسه مو وقت السوالف يعني ما اقدر محتاج 400. حيدر ما ادري ان شاء الله ادبرلك يا السلام عليكم ابو جاسم. شلون صحتك؟ ليش ما تطل حيدر 400 مثلا؟ شنو ليش؟ انا اعرف السبب. حيدر اي انا شلع عيوني انا عندي غير يا شلع عيونك عمي بعدين. طبعا حيدر يوم لقاء انا شفت بيتزا ولو ما البيتزا 560 والله الهندسه بالقصه ما ادري. يلا بيضة وقعت بالبحر شو يصير بيها؟ بيضة وقعت بالبحر هاي لكم 20 سنة راح يعني قاعد بالبحر ايش راح يصير بيها؟ تغرق. حياكم الله احبتي المشاهدين. طبعا الان متواجدين داخل مول بي دي سي. مول بي دي سي هو وسط مدينه الحله في محافظه بابل. هذا المول يعتبر المتنزه الوحيد في المحافظه للعوائل الحليه وايضا بوجه عام للعوائل العراقيه. طبعا اليوم راح تكون عندنا فقرات جدا متكامله. قناه نوادر العراق دائما تسلط الاضواء على مواضيع مختلفه من السابق. طبعا لا تنسون اللايك والتعليق والاشتراك في القناه. انا عبد الله الطاي اختصاص بكالوريوس تربيه تطوير الذات والمهارات وبناء المعرفه. اهلا بكم. تماما عن الحلقات السابقه، اليوم حلقتنا بها تنوع كثير. طبعا قناه نوادر العراق دائما متنوعه في مواضيعها وتسلط الضوء على مواضيع جدا مهمه. اليوم حلقتنا في مول بي دي سي من وسط مدينه الحله. طبعا هذا المول يعتبر المتنزه الوحيد في المحافظه طبعا للعوائل الحليه على وجه الخصوص، واما العوائل العراقيه عامه. اليوم حلقتنا راح تكون عن اسئله متنوعه، اسئله يعني فكاهيه، هي وايضا عندنا اسئله علميه وعندنا تحديات. ابقوا ويانا نهايه الفيديو. انا عبد الله الطايق اختصاص بكالوريوس تربيه تطوير الذات والمهارات وبناء المعرفه. لا تنسون اللايك والتعليق والاشتراك في القناه. نتمنى لكم مشاهده ممتعه. صراحه انا سويت يوم لقاء انا شفت بيتزا ولو ما البيتزا ما اجي. خلينا نذوق البيتزا. السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبي. جاسم شلونك؟ حبيبي على راسي. صحتك امور الله يسلمك حبيبي. اول شيء الف عافيه. الله يعافيك. ابو جاسم انت شفت الاجوبه قبل ما لا والله ما شفت. يعني عندنا برنامج طبعا قناه نوادر العراق بها ثلاث فقرات، اسئله علميه واسئله فكاهيه وتحدي. عندنا هسه حاليا انت شنو راح تختار؟ جرب العلميه. اسئله علميه تمام. كم يبلغ عدد عظام العظام العفو في جسم الانسان؟ ايش قد عدد؟ 206 او 306 هيك. والله الهندسه بالقصه. خرجين هندسه مو؟ اي خير ان شاء الله. جوابك صحيح. سؤال ثاني. زين. كم يبلغ طول معده الانسان في الشخص العادي؟ طول المعده؟ يعني سنتيمات يا مو هي معده صغيره. يعني بالسنتيمات ايش قد يعني؟ يعني 10 15 20 هيك يعني. منطقي الجواب نهائي تقدير 12 13 هيك. لا للاسف هنا ما الجواب الصحيح 25 سنتيمتر. قلت لك بالبدايه راح نشوف ابو فلاح ويانا. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك حبيبي؟ صحتك وامورك؟ سولف لنا على الهندسه. يقولون صعبه صدق؟ هي صعبه. سولف لي مطلوب ولا لا؟ بالمرحله الاولى وقعت بسبعه انا. بالمرحله الاولى وقعت بسبعه. ايش راح تختار ابو فلاح؟ حصيله فكاهيه لو علميه لو تحدي؟ فكاهيه. فكاهيه. لا تحب تنوع براحتك. اعطيني فاكهه تبدا بحرف الحاء. حاء
أعطي لك دقيقة بعد. حمص. فاكهة. ما تجي ببالك. ما تجي ببالك. يعني. سؤال ثاني غير سؤال زين. ما هو الشيء الذي نفعله مباشرة قبل مغادرة المنزل؟ قبل ما نطلع من البيت شو نسوي؟ شنو هذا الشيء يعني اللي نسوي قبل ما نطلع من جهزة البيت؟ نطفي كل الكهربائيات. اسمع اسمع الهندسة اسمع بعد. أهم شيء صوب الكهربائية. صوب الكهرباء. ياكل هاي. جواب. قفل البيت. أزوركم أعطيكم جواب ولا لا؟ طيب جوابي. طبعا أكيد راح نكون داخل البيت إحنا. أي صحيح. صحيح. أي قبل ما نطلع. هذا جواب. زين سؤال ثالث. بيضة وقعت بالبحر شو يصير بيها؟ بيضة وقعت بالبحر هاي لكم 20 سنة بيضة وقعت بالبحر ما تنكسر ما تنكسر وانت ما تنكسر يعني ما يصير بيها شيء؟ لا تنزل يعني تغطي حين نقول هو أبو فلا بيضة وقعت بالبحر تنزل أعطيكم الجواب تصير بيضة مبللة مشكورين صح مستمرين وياكم احبتي المشاهدين وايضا عندنا الشباب هنا موجودين برفقتي منتظر وعلاوي راح نسالهم اسئله طبعا هم اختاروا اسئله فكاهيه لا علميه ولا تحديات اتفقنا وياهم احنا وياهم بانه اذا جاوبوا راح نعطيهم هديه من عندنا واذا ما جاوبوا راح نخسرهم احنا هديه تمام تمام متفقين تمام اقدم المشاهدين ترى تمام تمام نجي علاوي قول خمس مرات على السريع سدينا شط السيد سدينا شط السيد والسيد ما سد شطنا شلون شلون هذا سدينا شط السيد والسيد ما سد شطنا خمس مرات سدينا بشط السيد والسيد ما شط عادي عيطه يا الله بس ادلي عليا سدينا شط السيد والسيد ما سد شطنا سدينا شط السيد والسيد ما شط شط اوكي تنتقل المنتظر لا راح تنتقل المنتظر لا بس لا تبوعل على ولا تبوعل سدينا شط السيد والسيد ما سدينا شط السيد والسيد ما سد شط 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 ما سدينا شط السيد والسيد ما شط سد ما سد ما شط سد لا عشتيدك زين سؤال ثاني هم هذا يعني حسيت من البداية خسرت ترى قدام شباب بس راح نعطيكم أسئلة مساعدة فرصة ثانية انطيني فاكهة تبدأ بحرف الحاء فاكهة بحرف الحاء شنية فاكهة بس عيد الجواب السؤال ترى الوقت جاي عيد فاكهة بحرف الحاء فاكهة بحرف الحاء حوح يلا يلا منتظر فاكهة بحرف الحاء فاكهة بحرف الحاء تبدأ بحرف الحاء لو هي تبدأ بحرف الحاء لو بيها حرف حاء لا لا تبدأ بحرف الحاء تبدأ بحرف الحاء ما أقف فاكهة تبدأ بحرف الحاء وياكم احبتي المشاهدين ايضا بتغطيتنا داخل مول بي دي سي في وسط محافظه بابل في الحله السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله عرفنا بنفسك اسمي حيدر من بابل العمر 21 سنه حياك الله حيدر الله يحييك شلون صحتك امورك الحمد لله وايضا اسمك بالخير اسمي جعفر من الحله جعفر كله هلا جعفر طبعا اليوم عندنا برنامج بثلاث فقرات بفقره اسئله علميه وباسئله فكاهيه وبتحدي شنو راح تحبون تشاركون من اي فقره بهن
والله بالنسبة لي يعني دائما أميل للأسئلة العلمية. أسئلة علمية؟ إيه. حلو حلو. أولا قبل ما نبدي شفتك ضايج، ليش؟ شنو السبب؟ لا والله هيك شوية هنا الجو حار يعني شوية تدفئ مشغل. إن شاء الله. يلا راح نسولف إدارة الموارد. عيني الأسئلة العلمية. سؤال الأول، كم يبلغ طول معدة الإنسان العادي؟ طول معدته ايش قد؟ واعتقد عندك خبرة على المعدة وكذا. لا والله هاي عاد بعدنا الله هيك أسئلة. لا عاد نمشي شلون؟ لا بالسنتيمتر؟ طبعا سنتيمتر أكيد. راح أخمن يعني مو أكمن. خمن 8 سنتيم؟ لا أقل. أربعينات بهالحدود تقريبا وصلتها. عيني هذا السؤال الأول زين منه. السؤال الثاني، كم يبلغ عدد العظام في جسم الإنسان؟ سلسلة. لا السؤال هذا معروف بس. معروف حلو. مار عليه مار عليه بس ناسي الرقم. ناسي الذكرى. كم عدد عظام؟ اي طبعا عظام، عدد عظام في جسم الإنسان. نقدر نغش؟ نقدر نغش؟ يمكن بال 600. لا أنا يقول 600 يعني إذا 600 يعني ال ديناصور. مو بس ديناصور. 200 العفو. 200 جواب من عندي. لا 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 يلا بال 200 بس بالمضبوط. لا 233. لا للأسف الجواب 206. نعم. راح أسألكم سؤال أخير طبعا. يا الله أريد فاكهة تبدأ بحرف الحاء. حاء. حاء؟ إيه لكن بعد دقيقة تقريبا بالحاء. ما سامع جعفر. حنب. حنب يصير حنب. حنب. خلنا نلعب لعبة التحدي ما دام بدينا. نحول على الفكاهة وبعدين تحدي. يخاف من التحدي دائما. يلا فكاهة تحدي. يلا نرجع للفكاهة. بيضة وقعت بالبحر. ايش صار بيها؟ راح الطوف. الطوف. ايه الطوف. ايه جار الطوف. الطوف ما يصير بيها شيء. ما يصير بيها شيء. لا يصير بيها شيء. تدرون شو يصير بيها؟ يصير بيضة مبللة. هاي انتهينا منها. تحدى؟ يلا يلا يلا. عيني حيدر يقول راح يعني نلعب لعبة تحدي وراح نتحدى انا وياه. طبعا اتحداك هسه حاليا ما بيها انسحاب قبل ما نبدي. لا 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 يكون كلام اي بس دوبه تعال. لا ابد لا بيها. لا تمشي ولا تركض ولا ابد شيء. اي انا وقاعد. انت وقاعد ومرتاحك ومتونس طبعا. خوش خوش. تتصل بصديق او اخ او اي شخص تقول له انا حاليا صرت بموقف ومحتاج 400,000 دينار عراقي حاليا. خلينا نشوف ردود الافعال وخلينا نشوف صديقك زين. لا ها كلام عادي عادي عادي. لا احنا قاعد مبسعد. محمد. محمد علي. يلا راح يتصلون بمحمد صديقهم وخلينا نشوف ردة فعله. يلا يا محمد يلا. قل له أنا حاليا صرت بموقف ومحتاج 400,000 دينار عراقي. قل له صار فد شيء موقف بعدين أسولف لك. عسل ألو أبو جاسم شلونك حبيبي؟ هلا عيني. شو أخبارك؟ الله يسلمك. أقول لك حاليا أنا واقع بشدة ومحتاجك بموضوع كلش مهم. ترى حيدر انا على الطريق السريع. ايش عندك؟ شنو من بغداد؟ ايه. اقول لك حجي صرت بموقف محرج ويعني هسه كلش كلش يعني ما اقدر الا اليوم. محتاج 400,000. شنو؟ محتاج 400,000. هذا من دبرك حيدر؟ عمودي يعني قلت لك طحت بمشكله يعني محتاج 400,000. وانت اخوي ما تقصير. بس مو وقت السوالف يعني ما اقدر. محتاج 400. حيدر ما ادري ان شاء الله اقول لك يا ما اعرف. عمودي منا يعني عد البديل يعني مو موضوع. حيدر تقدر والحسين جيبي يمكن 50,000 وقت بالليل تفتبها يعني موضوع يعني انا هواي جو بار اصدقاء يعني بس انت ادري بيك يعني صديق توقف وما تقصر.
وموضوع له حساس كلش. ادري عيني يعني ما بيها من خلي ارجع انا توني طلعت من الخوش مال بغداد. زين هذاك واحد يحكي وياك. السلام عليكم ابو جاسم. شلون صحتك؟ ليش ما تطل حيدر 400 مثلا؟ شنو ليش؟ انا اعرف السبب. حيدر؟ ايه؟ انا شلع لعيوني انا عندي غير. يا شلع لعيونك عمي بعد بعدين. طبعا حيدر كان ويانا ببرنامج احنا حاليا مول بي دي سي وسط مدينه الحله وحاليا انت على الهواء واتصل بيك قال خلينا نختار محمد. يلا ماستر علي مجربني حيدر مو حبيبي. حبيبي ممنونين منك. اسئله علميه وايضا عندنا فقره اسئله فكاهيه وعندنا تحدي. ايش راح تختار؟ تحدي. عشان هاي كلها تحدي. عراقيين كلها تحدي. زين راح اتحداك تقول خمس مرات على السريع. اوكي؟ تقول سدينا شط السيد والسيد ما سد شطنا. اوكي. سدينا شط السيد والسيد ما سد شطنا، سدينا شط السيد والسيد ما شط، سدينا شط السيد والسيد ما سد شطنا، سدينا شط السيد والسيد ما سد شطنا. يعني نسهل لك الامور وراح نعطيك سؤال ثاني، تمام؟ اعطيني فاكهه تبدا بحرف الحاء. فاكهه تبدا بحرف الحاء. حمص. ابقوا يانا احبتي المشاهدين، طبعا عندنا ايضا فقرات جديده واسئله جديده من شبابنا المرتبين الحلوين العراقيين، لا تفوتكم. طبعا ارقى لعبه انا كلش احبها لعبه البليارد. البليارد العفو يعني كلش 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 احبها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك عزيز؟ مليون هلا بيك. عرفنا باسمك. انا اسامه عجام. اسامه استاذ اسامه عيني. أهلا. احنا قناه يوتيوب قناه نوادر العراق. اهلا وسهلا. عندنا اليوم ثلاث فقرات اسئله. نعم. عندنا الفقره الاولى يعني الاسئله علميه، والفقره الثانيه هي اسئله فكاهيه. ايه؟ وثلاثه تحدي. ماشي. شنو تحب تختار؟ نتحدى. 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 واثق من نفسك؟ طبعا. هلا والله. طبعا راح نتحدى اني واستاذ اسامه. اذا راح طبعا راح اعطي سؤال، اذا جاوبه ويعني بتقان وبشكل صحيح يختار اي لعبه عجبه هذا الى الاولاده. بس اذا ما جاوبه بشكل صحيح احنا اربعه، احنا المصورين طبعا. طبعا. حلو تمام. فوق 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 يما الله. يلا عيل نتحدى. السؤال يقول قول خمس مرات على السريع. ايه. سدينا شط السيد والسيد ما سد شطنا. يلا. سدينا شط السيد والسيد ما سد شطنا، سدينا شط السيد والسيد ما سد شطنا، سدينا صد السيد والسيد ما سد شطنا. هاي ثلاث بعدنا بعد الاثنين. سدينا سد السيد والسيد ما راح نعيد. عيد صارت بها بعض اللي شو اسمه. عد ويانا. يلا عين. سدينا سد سدينا شط السيد والسيد ما سد شطنا، سدينا سدينا سد السيد والسيد ما سد شطنا. لا طبعا طبعا راح نعطيك سؤال ثاني شوي اسهل. لا هذا انت عادي تلعب لعب براحتك. لا الك هسه الوقت الك والنعم منك. الله ان شاء الله شفاء العاجب. زين سؤال شيء او فاكهه. اوكي. تبدا بحرف الحاء. طيب فاكهه لك دغيتين حرف الحاء. حامض حلو. فاكهه حامض حلو. هاي فواكه، هاي الفواكه الحلوه العراقيه تبدا بحرف الحاء. يعني 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 بالك فاكهه تبدا بحرف الحاء. سولفونا شنو الفاكهه. تعال انت تعال ابو سام. تعال 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 تعال. شو اسمك انت؟ حدور شلونك؟ عينك على الكاميرا هنا. يقول طبعا حيدر قال قبل ما نجي نصور قال لو اسئله حتى لو مو عراقي انا اجاوبها. حلو؟ اعطيني فاكهه تبدا بحرف الحاء. تبدي طبعا تبدا بحرف الحاء. ما ادري. يلا ما ادري. ها؟ ما ادري. ما تدري؟ ما ادري. لا عاد وين صار لك ساعه؟ نرجع للاستاذ اسامه. يعني شرط فاكهه مو فاكهه. لا يظن الاسئله فاكهه. نقول حرموط يصير؟ لا ما يصير. ولا حوح. ولا حوح وين على الحوح.
طبعا مستمرين وياكم احبتي المشاهدين. وايضا وصلنا هنا داخل مول بي دي سي ويانا السيد. السلام عليكم. اهلا وسهلا. هلا بيك. احنا اليوم قناه نوادر العربي ثلاث فقرات، اسئله علميه واسئله فكاهيه وتحدي. ماشي. شنو راح تختارين؟ اختار التحدي. تحدي؟ إيه؟ زين قدها؟ اي قدها ان شاء الله قدها. زين قولي خمس مرات على السريع، طبعا هذا تحدي امام الكاميرا. سدينا شط السيد والسيد ما سد شطنا. حلو. سدينا شط السيد والسيد ما سد شطنا. 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 حلو حلو حلو. عاشتي عاشتي ديك عاشتي ديك. زين ما هو الشيء الذي يتحدث جميع لغات العالم؟ أكفد شيء يعني يتحدث جميع لغات العالم شنو؟ يعني هو بالي بس خلي أتذكره. أتذكري لغات العالم؟ مدى أتذكره. تذكرينه؟ مريم؟ لا وجعله بالي بس ناسيته. يلا أوكي عوي هذا جو. فاكهة تبدأ بحرف الحاء. لا شن هي؟ عنب. حرف الحاء. تبدأ بحرف الحاء. فاكهة بحرف الحاء. خردل. لا مو خردل. حاء. حاء. دقيقة. فاكهة هي طيبة كلش. حاليا موجودة بالأسواق. ذكري. لا مو عنب. لا لا لا. يعني هي حمراء هيكي حم هيكي بالحاء. اوقف دقيقه ما اكلتها. ليش بعد دقيقه تقريبا؟ دقيقه بعد. والله انا نسيتها. تبدا بحرف الحاء. اي ما اكلتها اني دقيقه بس ما داد يعني. زين حرف ثاني. غير طبعا احنا ممنونين كلش ومشكورين واخذنا من وقتكم هذه الدقائق. لا بالعكس. اذا تحبون تشاهدون على قناه نوادر العراق على اليوتيوب. ان شاء الله اليوم بالليل الساعه 10 تنزل تقريبا. يلا حبايبي وهسه ويانا خلي نشوف. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك حبيبي؟ صحتك وعافيتك. الله يسلمك. الحمد لله بخير. انا محمد ابو جاسم. شلونك حبيبي؟ هلا. متزوج؟ لا ما متزوج. شو عجب لي هسه ما متزوج؟ والله بعدنا طلاب. اي والله. حاليا يا مرحله؟ اني مرحله ثانيه محد تحليلات. احنا اليوم عندنا برنامج، احنا قناه نوادر العراق عندنا برنامج، البرنامج بثلاث فقرات، اسئله علميه. واسئله فكاهيه وتحدي. اوكي. شو تحب يعني تختار؟ اسئله علميه. شوف تمام. السؤال الاول اسال. جاهز؟ جاهز. كم يبلغ طول معده الانسان العادي؟ طول معده الانسان العادي؟ سمعتك معدتك قد تبلغ طولها؟ والله هي تختلف من جزء من شخص لشخص. زين. فاحتمال يعني احتمال من 10 سنتيم الى 12 سنتيم. لا هذا السؤال الاول. السؤال الثاني خليه اول. ثاني عدد ضربات القلب بالدقيقه الواحده 75. حلو صحيح. السؤال الثالث. ثالث ما هي كميه الماء اللي يحتاجها جسم الانسان؟ مو اللي يحتاجه واللي حاليا موجوده في جسم الانسان. 1 لتر. 5 لتر. لا 5 لتر. لا جد. زين راح اشتغل لك سؤال. يلا سؤال. تمام؟ اوكي. السؤال اذا جاوبت عمي راح نعطيك احنا هديه على حسابنا. يلا اوكي. بس تكون تجاوبه بشكل صحيح. ان شاء الله. انا اليوم بدي اخسر على حسابي. بس اذا ما جاوبت احنا راح نخسرك ونختار لنا اي شيء هنا موجود وعلى حسابك انت. شوف. نشوف. يلا. يلا تمام. قول خمس مرات على السريع. خمس مرات على السريع. أي. سدينا شط السيد والسيد ما سد شط. خمس مرات. عيدها مرة ثانية. طبعا قبل كل شيء متحدين. متحدين. إيه. حلو. طبعا. سدينا شط السيد. سدينا شط السيد والسيد ما سد شط. خمس مرات. سدينا شط السيد والسيد ما سد شطنا. سدينا شط سد السيد والسيد ما سد شطنا. سدينا سد السيد والسيد ما سد شطنا. سدينا شط السيد. لا قوم قوم قوم. لا عم راح نعيد لك مره ثانيه. يلا اوكي بس اريد شويه سرعه. تمام. سدينا
سدينا نفسيتها؟ نفسيتها. سدينا شط السيد والسيد ما سد شطنا. يلا عليك على الكاميرا. سدينا شط السيد والسيد ما سد شطنا. سدينا شط السيد والسيد ما سد شطنا. سدينا شط السيد والسيد ما سد شطنا. أبو جاسم العنونين حبيبي. المشاهدين طبعا ما اسولف لكم عن الشباب ما مخلين شيء ما ماكلين هنا انا فما بعد طبعا احنا قناه نوادر العراق عندنا 3 فقرات عندنا اسئله علميه واسئله فكاهيه وتحدي تمام راح نبدي البدايه ويا حسين حسون ايش راح تختار انا اختار تحدي تحدي مثل ما متفقين ايه. اذا تحديت وفزت لك جائزه واذا ما فزت احنا راح ناخذ منك جائزه تمام اتحداك هسه حاليا تتصل ايه. على ابوك او اخوك او صديقك ايه. تقول له انا حاليا صرت بموقف واريد 400,000 دينار عراقي اوكي تمام يلا اتصل افتح سبيكر طيب حامد مبارك على المدرة الصيد بس حتى يكون تحدي أطلع. يلا تمام زين العلاقه هو الوالد والله لا حتى رقم نسيته بين ما يتصل على والده حسين راح نشوف حسن ونرجع لكم عن ما يتصل عليه شلونك حسن الحمد لله كيفكم امورك بخير يا صاحب حسن جامعة مرحله اولى جامعه يا الله مطين علي صغير شو تقول الوالد راح يعطي ال 400,000 لا ما اعتقد نشوف يا خطيهم راح يطلع له ابوي ولا اخوي اذا اخوي بعد احسن حلو بعد ايه الو علي اقول لك علي انا هسه بعدني بالحله مول بي دي سي ف صار وياي هسه موقف مستعجل فمحتاج فد 400,000 بس لا تقول لابويا علي بيناتنا على السريع وماني من ارجع نص ساعه وارجع كربلاء وانا اعطيك اياها ها؟ يا لا ما نصب عليك علي انا بالحله هسه مول بي دي سي بس على السريع 400,000 وانا بس ارجع كربلاء انا اعطيك اياهم علي على السريع بس علي صوتك I'm not joking. It's real. I'm not joking. السلام عليكم ابو حسين شلونك حبيبي صحتك امورك احنا قناه نوادر العراق يوتيوب ولقينا هسه هنا حسوني فسوينا يا برنامج ما ادري بسوالفه ثاني لا انت ليش ما تطيل 400,000 ليش ما دخل طبعا الى هنا وصلنا الى نهايه حلقتنا لهذا اليوم نامل ان استمتعتم بهذه الحلقه من داخل مول بي دي سي وسط مدينه الحله انتظرونا بحلقات جديده ان شاء الله اهلا وسهلا بكم